عموما خلينا بس نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. دول من أجل الناس اللي لعبت معاهم الكورة حتى لحقت الجيل القديم شوية مع كابتن وائل وكابتن شريكة وبعدين لعبت مع عبد الله والناس دي بس حقيقي الناس دي رجالة جدا وأنا بقول لكم تاني يا جماعة أنا فخور إن أنا لعبت معاكم وكان شرف ليا اللي حصل ده مفيش حد يقدر يتدخل فيه لأن أنا فرحت ضربات جزاء يعني تاني مرة ف مفيش حاجات كتير أقولها بس أنا كان ليه شرف أنا لعبت معاك سواء أنا موجود أو مش موجود لا حد موجود منتخب مصر ولا ممكن جيكو كابتن أستاذ كمال كابتن محمد قدر الله ما شاء فعل يعني إحنا أنتوا كلكم يعني حابين وطنكم كلكم أديتوا اللي عليكم لكن وفي الآخر أنتوا كملتوا الماتش يعني 90 دقيقة وبرضه كملتوا الماتش لكن بنركز قدر الله ما شاء فعل نشوفكم على خير توصلوا بالسلامة إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين حزن شديد جدا على جميع اللاعبين على سيادة الوزير على المسؤولين في اتحاد كرة القدم اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية محدش عارف لكن أنا هقول لحضراتكم النهاردة حاجات كتيرة جدا لكن أرجع لصلاح مرة تانية لسه كنت بتكلم مع الأصدقاء ومع الزملاء النهاردة قبل ما نطلع الهوا وكنا بنتكلم على إن إحنا محمد صلاح بالنسبة لنا يعني أنا دايما لما باجي أقعد مع ابني اقول له يا رب تطلع زي محمد صلاح مش انا لوحدي كثير من المصريين لما ان ما كانش كلهم لكن انا دايما ما بحبش اعمم كثير من المصريين يقولوا كده يقولوا يا رب تطلع زي محمد صلاح صح ولا مش صح محمد صلاح تعرض لانتقادات كبيره جدا تعرض ومن حقنا ان احنا ننقد محمد صلاح لكن اداء محمد صلاح لكن هل حد عنده فكرة إن محمد صلاح ده ممكن يكون متخاذل أو ممكن يكون كذا أو ممكن لا استحالة هذا الكلام ما يصحش إن هو يتقال أساسا ما يصحش مش على محمد صلاح ولا على محمد صلاح ولا على النني ولا على أي لاعب في المنتخب الوطني كلهم رجالة وكلهم حاولوا يؤدوا ما عليهم ظهر منهم من ظهر بمستوى جيد ولم يوفق بعض اللاعبين لكن أنا بتكلم محمد صلاح بالنسبة لي وبالنسبة كثير من المصريين محمد صلاح هيفضل ملهم ليا ولشباب كثير من المصريين لأنه امبارح ما كانش كويس أيوة امبارح ما كانش كويس وأقولها في وش أي حد ما عنديش مشكلة لأن دايما لازم أقول الصح وإيه اللي بيحصل ما كانش كويس لكن في النهاية ده انتقاد أداء كنت أتمنى أن محمد صلاح امبارح يبقى كويس لأن محمد صلاح لو كويس كنا كسبنا بمنتهى البساطة كنا كسبنا لانه محمد صلاح بيشيل ليفربول على كتافه لوحده وبيشيل منتخب مصر قبل كده على كتافه لوحده هو مين اللي دخل شاط ووصلنا لكاس العالم في روسيا مش محمد صلاح ولا حد تاني محمد صلاح في ماتش الكونغو فعموما حاجات كتيره جدا حصلت قبل المباراه والبعثه وصلت ازاي والاوتوبيس قعد يلف باللعيبه ازاي افلام هتسمعوا افلام كثيره جدا والافلام دي بالمناسبه انا ما سمعتهاش من اللاعبين فقط انا سمعتها من اللاعبين والصحفيين والجمهور اللي كان هناك وكل الناس اللي كانت هناك وبالتالي وزي ما حضراتكم شفتوا مش انا لوحدي او انا كمصري بتكلم عن هذا الامر ولكن كمان الصحافه العالميه بتتكلم عن محمد صلاح واللي حصل مع محمد صلاح وهجمة الليزر اللي حصلت على محمد صلاح أنا جبت لحضراتكم رأي فني مش رأي إسلام ده رأي واحد من أكبر وأعظم دكاترة مصر في العيون دكتور أحمد برادة قال لحضراتكم بتؤثر وبشكل سلبي وبيفقد فيها الرؤية ولو لنسبة بسيطة جدا طيب ده بالنسبة لكل اللاعبين وللشناوي كمان لكن الشناوي كان بيزبطها زي ما قلت لحضراتكم فأتمنى إن كل الحاجات اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دي تكون وصلت وبشكل واضح لأنه هنفضل ورا حقنا إذا كان لينا حق هنفضل وراه إن إحنا الماتش يتعاد لا الماتش بنسبة 99.5% لم يحدث أو لن تعاد المباراة ولكن أنا عايز حقي من اللي حصل هناك وأنا عشان جمهوري جمهور محترم وجمهور بيحافظ على اسم بلده وبيحافظ على كل الكلام ده يبقى انا لا لكن التنظيم في السنغال لم يكن جيد التنظيم لم يكن جيد في
قبل مباراة السنغال وأثناء وما بعد المباراة. وزي ما حضراتكم شفتوا اللي حصل في غانا ونيجيريا، في أنباء عن أن أحد المبعوثين من الفيفا أو طبيب منتدب من الفيفا من الكاف توفى، بيقولوا أنه توفى. فهل توفى بسبب إيه؟ توفى بسبب الخناقة اللي كانت أو التدافع الجماهيري ما بعد المباراة. طب وبعدين يا جماعة، وبعدين القارة الإفريقية يجب أن تتغير.